الرابع من أوت، اليوم الوطني للجيش، يوم تاريخي مشهود من أيام الجزائر. في الرابع أوت 1962 تحول اسم جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي، وفي الجزائر الجديدة عاد الرئيس تبون لهذا اليوم التاريخي مكانته ورمزيته، حين قرر أن يرسمه يوماً وطنياً للجيش الوطني الشعبي. الرئيس تبون أشرف في هذا اليوم على تكريم متقاعدي الجيش المنحدرين من صفوف جيش التحرير الوطني وعائلات شهداء الواجب الوطني ومعطوبي وكبار جرحى الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب. الرئيس تبون كرم مجموعة من مغاوير الجيش الذين واجهوا الإرهاب بشجاعة كبيرة وبسالة وتضحية. التكريم خص أيضاً وزيري الدفاع الأسبقين اليمين زروال وخالد نزار، إضافة إلى رئيس دائرة الأمن والاستعلام محمد مدين المدعو توفيق والجنرالين محمد بيتشين وحسين بنحديد، والذين لم يتمكنوا من حضور مراسم التكريم لدواعي صحية. الرئيس تبون سلمهم شهادات تكريم وعرفان. رئيس الجمهورية كان في استقباله مدى وصوله إلى النادي الوطني للجيش رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة، حيث أدت له تشكيلة عسكرية التحية الشرفية. التكريم يندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 للاستقلال الوطني. الفريق أول سعيد شنقريحة قام بتكريم الرئيس تبون ومنحه هدية الجيش الوطني الشعبي.